العملاء في الوسط الفني يقاسونه. فاز زوجة الفنان خالد زكي عرض جنازة زوجية من مسجد مصطفى محمود. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. انهيار خالد زكي أثناء تشييع جنازة زوجته وزملائه في الوسط الفني وأسونه. كان قد وصل جثمان زوجة الفنان خالد زكي منذ قليل إلى مسجد مصطفى محمود لتشييع والصلاة عليها، ورفقها زوجها الذي ظهر متأثرا جدا بوفاتها. كان قد توفت زوجة الفنان خالد زكي فجر اليوم بعد صراع مع المرض، وتقام صلاة الجنازة عليها بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، والدفن بمقابر الأسرة بمقابر الغفير بصلاح سالم. وكانت منذ فترة ترددت شائعات كثيرة عن الفنان خالد زكي ما بين المرض والوفاة، وقال الفنان الكبير أنه سمع مثله مثل الآخرين شائعات مرضه، والأمر الذي أخلق عددا كبيرا جدا من أصدقائه وأقاربه، وجعله يتلقى عشرات المكالمات الهاتفية بشكل يومي ومنذ انطلاق الشائعات. وأضاف خالد زكي في تصريحات اليوم السابع: للأسف تخرج هذه الشائعات من حولي من حين لآخر، وأحيانا شائعات أخرى بوفاتي، والأمر الذي يزعجني لأنه يقلق أسرتي وأقاربي. ولذلك على الجميع لا يتسبب في قلق آخرين بإطلاق شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، وأن يراعي هؤلاء المشاعر الآخرين، لأن الكلمة أمانة سواء كانت على وسائل التواصل الاجتماعي أم في بعض المواقع التي لا تتأكد من الأخبار المتداولة. ووجه خالد زكي الشكر لكل محبيه من جمهوره وأقاربه وأصدقائه وزملائه لسؤالهم عليه، معلقا: ربنا يحفظكم جميعا ويخليكم ليا لسؤالكم المستمر ومحاولة الاطمئنان عليا. حالة من الحزن سيطرت على الفنان خالد زكي اليوم خلال جنازة زوجته، حيث ظهر منهارا خلال الجنازة التي أقيمت ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بالجيزة، والتي بكى فيها بحرقة على وفاة زوجته. وما لقي استعطافا وتضامنا كبيرا من رواد السوشيال ميديا، وتحدث الفنان خالد زكي عن أصعب اللحظات التي عاشها في حياته قائلا: أصعب لحظات حياتي كانت وفاة أمي، لأن الأم لا تعوض. وأضاف الفنان خالد زكي خلال لقاء سابق له مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج آخر النهار والمذاعة بفضائية النهار: أمي كانت بنتي وليست أمي، لأن والدي توفي وأنا عندي حاجة وعشرين سنة، وكنت أعتبر والدتي هي بنتي، وكنت أعمل لها كل شيء حتى في مرضها. وجه الفنان خالد زكي الشكر لزوجته على الهواء قائلا: أشكر زوجتي على الموقف التي وقفت فيها بجوار والدتي، موضحا: كنا نعيش مع والدتي في البيت. وأشار الفنان خالد زكي: تعلمت من والدة الثقة في التعامل والرضا بما قسم الله، ومؤمن بأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. مضيفا: تعلمت من والدي ووالدتي ألا أخاف من شيء إلا من الله، وأوضح: والدتي أوصتني قبل وفاتها بأولادي من زوجتي ومن نفسي، متابعا: أنا لا أخاف من شيء، لكن أخاف من المرض على من أحبه، ونقطة ضعفي يا زوجتي. مشيرا: تزوجت عن قصة حب 7 سنين قبل الزواج، بدأت من الثانوية العامة، ولفت: مرتي هي الحب الحقيقي، وحبيتها شكلا من البداية، وبعد ما جلست معها حبيتها أكتر، واكتشفت أن أهلها ناس كويسين جدا عندما جلست معهم. انهيار خالد زكي أثناء تشييع جنازة زوجته وزملائه في الوسط الفني وأسونه. كان قد وصل جثمان زوجة الفنان خالد زكي منذ قليل إلى مسجد مصطفى محمود لتشييع والصلاة عليها، ورفقها زوجها الذي ظهر متأثرا جدا بوفاتها. كان قد توفت زوجة الفنان خالد زكي فجر اليوم بعد صراع مع المرض، وتقام صلاة الجنازة عليها بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، والدفن بمقابر الأسرة بمقابر الغفير بصلاح سالم. وكانت منذ فترة ترددت شائعات كثيرة عن الفنان خالد زكي ما بين المرض والوفاة، وقال الفنان الكبير أنه سمع مثله مثل الآخرين شائعات مرضه، والأمر الذي أخلق عددا كبيرا جدا من أصدقائه وأقاربه، وجعله يتلقى عشرات المكالمات الهاتفية بشكل يومي ومنذ انطلاق الشائعات. وأضاف خالد زكي في تصريحات اليوم السابع: للأسف تخرج هذه الشائعات من حولي من حين لآخر، وأحيانا شائعات أخرى بوفاتي، والأمر الذي يزعجني لأنه يقلق أسرتي وأقاربي. ولذلك على الجميع لا يتسبب في قلق آخرين بإطلاق شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، وأن يراعي هؤلاء المشاعر الآخرين، لأن الكلمة أمانة سواء كانت على وسائل التواصل الاجتماعي أم في بعض المواقع التي لا تتأكد من الأخبار المتداولة. ووجه خالد زكي
الشكر لكل محبيه من جمهوره وأقاربه وأصدقائه وزملائه لسؤالهم عليه، معلقا ربنا يحفظكم جميعا ويخليكم ليا لسؤالكم المستمر ومحاولة الاطمئنان عليا. حالة من الحزن سيطرت على الفنان خالد زكي اليوم خلال جنازة زوجته، حيث ظهر منهارا خلال الجنازة التي أقيمت ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بالجيزة، والتي بكى فيها بحرقة على وفاة زوجته. وهما لقيا استعطافنا وتضامنا كبيرا من رواد السوشيال ميديا، وتحدث الفنان خالد زكي عن أصعب اللحظات التي عاشها في حياته قائلا: أصعب لحظات حياتي كانت وفاة أمي لأن الأم لا تعوض. وأضاف الفنان خالد زكي خلال لقاء سابق له مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج آخر النهار والمذيع رفضائية النهار: أمي كانت بنتي وليست أمي، لأن والدي توفي وأنا عندي حاجة وعشرين سنة، وكنت أعتبر والدتي هي بنتي، وكنت أعمل لها كل شيء حتى في مرضها. وجه الفنان خالد زكي الشكر لزوجته على الهواء قائلا: أشكر زوجتي على المواقف التي وقفت فيها بجوار والدتي، موضحا: كنا نعيش مع والدتي في البيت. وأشار الفنان خالد زكي: تعلمت من والدتي الثقة في التعامل والرضا بما قسم الله، ومؤمن بأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. مضيفا: تعلمت من والدي ووالدتي ألا أخاف من شيء إلا من الله وأوضح: والدتي أوصتني قبل وفاتها بأولادي من زوجتي ومن نفسي، متابعا: أنا لا أخاف من شيء لكن أخاف من المرض على من أحبه، ونقطة ضعفي يا زوجتي. مشيرا: تزوجت عن قصة حب 7 سنين قبل الزواج، بدأت من الثانوية العامة، ولفت: مرتي هي الحب الحقيقي وحبيتها شكلا من البداية، وبعد ما جلست معها حبيتها أكتر، واكتشفت إن أهلها ناس كويسين جدا عندما جلست معهم. انهيار خالد زكي أثناء تشييع جنازة زوجته وزملائه في الوسط الفني وأسونو. كان قد وصل جثمان زوجة الفنان خالد زكي منذ قليل إلى مسجد مصطفى محمود لتشييعها والصلاة عليها، ورفقها زوجها الذي ظهر متأثرا جدا بوفاتها. كانت قد توفت زوجة الفنان خالد زكي فجر اليوم بعد صراع مع المرض، وتقام صلاة الجنازة عليها بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ودفن بمقابر الأسرة بمقابر الغفير بصلاح سالم. وكانت منذ فترة ترددت شائعات كثيرة عن الفنان خالد زكي ما بين المرض والوفاة، وقال الفنان الكبير أنه سمع مثله مثل الآخرين شائعات مرضه، والأمر الذي أخلق عددا كبيرا جدا من أصدقائه وأقاربه. ولنا أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي لا تنسوا الدعاء بالرحمة والمغفرة في التعليقات لزوجة الفنان القدير خالد زكي، ولا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد بنقدمه أول بأول. وقبل ما ننهي الفيديو كالعادة، ما تنسوش الصلاة على النبي.